السلام عليكم حبيبات، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم جيتكم بالفيديو اللي طلبتوه مني بزاف بزاف، وهو عن التنظيم خصوصا في المطبخ. ولهذا حاولت نحط لكم سلسلة من التنظيمات سواء في المطبخ او الحمام، واللي تكون باشياء رخيصة وبسيطة وموجودة حتى في الجزائر. ونمشيو نبدو على بركة الله. اول حاجة وهي هادو القنينات، لما نشغطها في اسم ديالهم، اللي رخاص الثمن بالنسبة لمقيمين في امريكا. نقول لكم تلقاهم بدولار فقط من ستور دولار ثري. هادو البنات قدروا تنظموا بهم عدة اشياء، فمثلا التوابل او كما راني مستعملتهم انا، راني وضع فيهم القطن وكوتونتيج وضعتهم في الحمام، واللي عطاوه نظرة رائعة. المنظم الثاني هو هذا الخاص بالحمام، ولكن قدروا نستفدوا به بعدة تنظيمات أخرى في المطبخ. مثلا توضعي فيهم كريمات اليد اليومية هكذا باش تستعمليهم بعد غسل الأواني، أو توضعوا فيهم كل من ورق الألمنيوم، ورق الزبدة، ولا البلاستيك الغذائي، وحتى بلاستيك ولا الأكياس الخاصة بالمجمد. وكذلك نقدروا نوضعوا فيهم البنتي ديالنا، يعني مواد التخزين، مواد الغذائيه هكذا باش نكتسبوا مساحه اكبر. التنظيم الثالث هو سمارتيش، يعني الصحن الذكي، واللي نقدروا نستعمله لعدة استعمالات. مثلا إذا ما كانش عندنا الصحن خاص بتزيين الحلويات، فهو يلعب هذا الدور ويساعدنا في تزيين الحلوى ديالي، وهذا هو الشيء اللي نستعمله هنا. كذلك نقدروا نستعمله في الصبوح في الفطور الصباحي اليومي، وهذا الشيء كذلك اللي أنا نستعمله. وكذلك في الثلاجة، خصوصا إذا كانت عندنا صغيرة الحجم، فمثلا أنا وضع فيه كل ما يخص في تحضير السلطة. وعنده استعمالات خضرة أخرى كنت نزلت عليها فيديو من قبل، إن شاء الله راح نحاول نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. رابعا هو هذا التنظيم، واللي راه موجود في كل بيت جزائري، خصوصا هذا الشكل الجديد واللي كنت شريته في الجزائر، والصراحة ما شفتش كيفه سواء من كنت في فرنسا او في امريكا. فانا مثلا مستعملة واحد في المطبخ، وضع فيه المعالق بعد ما نغسلهم باش ينشفوا، خصوصا انه فيه ثقوب في الاسفل. اما الثاني هو خاص بالمعالق الصغار، ما فيش ثقوب، فانا بوحدي وضعت له هكذا الثقوب باش الماء يجبر فين يهبط. هذه هي كما اني مستعملة واحد اخر وضعته في الحمام، ووضعته يعني وضع فيه فقط المجد. خامسا وهي فكرة شفتها في مطبخ تاع شيف امريكي وعجبتني بزاف، حبيت نبارطاجيها معكم، وهي اذا ما كانش عندك هذا الخاص تاع المعالق الخشبية، هنا نقول لك ولا نقول لكم تقدروا تستعملوا الغراف الخاص بشرب الماء او المشروبات، ويعطينا فكرة ونظرة مليحة. سادسا وهي هادو البلاستيكات، ولا ماشي لي بلاستيك، هادو لي طابي الخاصين بالتنظيمات، وانا مستعمله منهم عده انواع واشكال، سواء في خزانه الملابس او الحمام او المطبخ كما راكم تشوفوا في الفيديو. يعني نشوفها فكره يعني ماشي فكره، نشوفهم ضروريين ضروريا يكونوا حاضرين في التنظيمات ديالكم. سابعا وهي هادو التنظيمات، واللي راهم غنيين عن التعريف، فانا مستعمله منهم عده اشكال وانواع واحجام، سواء الصغيره او الكبيره، وراح تشوفوا معايا كيفاش راني مستعملتهم.
مثلا هذا النوع تاع الكورنر، واني وضع فيهم الاواني يعني الطباسه هكذا تسهل المهمه من جي نجبد الطباسه دياولي. والنوع الثاني عندي منهم الكبار والصغار، هادو وضعتهم باش نربح طبق ثاني، يعني خصوصا اذا ما كاش عندي مكان كبير، يعني هذا باش نكسب مساحة اكبر في الخزانة ديالي. وهادو الصراحة وضعتهم حتى في الثلاجة في خزانة الحمام، واللي راح ان شاء الله نخليكم رابط الفيديو هكذا بتشوفوا الفيديو اللي كنت حطيته على تنظيمات الحمام. اما بالنسبه لهذا النوع تاع تنظيم الكورنر، اذا كان عندكم مساحه في المطبخ ديالكم تقدروا تخصوا هكذاك مكان او كورنر تاع الكوفي يعني القهوه، وتوضعوا عليهم الفناجل ولا الكؤوس اليوميه بهذا الشكل، نشوفها فكره لا باس بها، او تقدروا كذلك توضعوهم في هذو العلاقات الخاصين بالكؤوس. وهذا التنظيم يس اللي مستعمله فيه التوابل هكذا كما راكم تشوفوا، يعطيني مثل الدروج وهكذا يسهل عليا المهمه باش نجبد التوابل ديالي بكل سهوله. ونفس الشيء بالنسبه للمنظم الخاص بالمقلاه كما راكم تشوفوا، يعطيني يعني الخزانه تاعي تكون منظمه وتسهل عليا الامور من نجي نجبد المقلاه ديالي. ومستعمله حتى نوع اخر الخاص بالليبلا ولا السينيه تاع الفرن، لكن انا ننصحكم ما تجيبوش تاع الحديد، جيبوا تاع البلاستيك لانه تاع الحديد يتصدى لكم مع الوقت. كذلك هادو السليلات راهم غنيين عن التعريف، واللي يعني يساعدونا بزاف بزاف في تنظيمات المطبخ. انا يعني صراحه فايديني خصوصا في الخزانه تاع المواد التخزين المواد الغذائيه، وكذلك راح نوري لكم كيفاش تستعملوهم في الحمام كفكره نشوفها لا باس بها. مثلا اذا كان الحمام ديالك في هذا المنظم، فانا ننصحك انك تستعملي هادو السليلات هكذا بهذا الشكل وتوضعي فيهم السراب تاع الوجه ديالك، وفي نفس الوقت تخصي هكذا مكان توضعي فيه دي شوز انتيم خاصه بالنساء راكم كما تعرفوهم، فانا وضعتهم في هادو لي تخوس تاع الاقلام كما راكم تشوفوا، وضعتهم يعني ما كاش اللي يعرفوا اسم فيهم وما كاش اللي يطيح في باله هو اسم راه فيهم، هذه هي يعني الصراحة نشوفها فكرة هايلة. والحين نمشيو لأدراج المطبخ. أنا مستعملة هادو كأي امرأة يعني في المطبخ ديالها، وهذاك الفراغ اللي يبقى لي نستعمل سليلات من هذا النوع كما راكم تشوفوا، وراني مستعملتهم ماشي في المطبخ فقط حتى في الحمام، المهم تشوفوا كيفاش راني منظمة بهم ومن بعد نوريكم في الحمام. وكما راكم تشوفوا استفدت فيهم حتى في الخزانة التابعة للحمام يعني تاع الحمام ديالي بدي الطريقة. كذلك مستعملة هادو العلب اللي شريتهم دولار ثري فقط بدولار بالنسبة لمقيمين في أمريكا، وفي البلاد كاين أحسن منهم نوعية أحسن تاع أمريكا. هادو البنات مساعديني بزاف التنظيم ديالي، يعني وضع فيهم وحده خاصه بالخميره الحلويات، يعني كل وحده واش وضع فيها، وضع هادو التيكات الخاصين ولا اللاصقات، وكاتبه هكذا باش الخزانه ديالي تكون منظمه ومين نجي نستعمل اي شيء راني عارفه المكان ديالو. كما
كما أني مستعملة هذه القنينات اللي عندهم عدة استعمالات وتنظيمات مختلفة، فأنا مثلا وضع فيهم كل من اللوز، الفاصوليا، العدس، يعني كل اللي من هذا النوع. وأكيد ضروري توضعوا تيكات باش تحدوا التاريخ تاع الشيء اللي راكم حاطينه فيه. كذلك كاين هذا النوع من التنظيمات واللي يتعلق بهذا الشكل، فانا مثلا وضع فيه الكريمات تاع اليد، وخصوصا هذو الزوج كريمات رائعين رائعين، وكذلك القفازات يعني الليغو اللي نغسل بهم الاواني ديالي او التنظيف. والبنات هادو تقدروا توضعوا فيهم مام الكؤوس، يعني نشوفها فكره لا باس بها. ومن نقولوا التنظيم، اكيد نقولوا هادو السليلات اللي يلعبوا دور كبير كبير في المطبخ ديالنا او في التنظيمات ديالنا، فانا مثلا مستعملتهم في اسفل الثلاجه، كذلك في مجمد الثلاجه، ومنظمه بهم بهذا الشكل. كذلك استعملتهم حتى في الخزانة لتنظيم المواد الغذائية، ونفس الشيء بالنسبة للحمام ديالي. واخيرا هذا المنظم اللي كان بعثه لي موقع نيوشيك، هذا يسهل عليك الامور، يعني توضعي فيه كيس، ومين تكوني تجهزي في الاكل ولا كل الاشياء اللي تبغي ترميها يعني مباشره تكون حداك، توضعيها في هذا الكيس وترميه. كذلك تقدري توضعي فيه المنشفه تاع المطبخ باش تنشفي ولا تمسحي يديك هكذا، يعني نشوفها فكره لا باس بها. واخيرا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، اللي نتمنى ان شاء الله نكون عرفت ولا قدرت نوصلكم الميساج ديالي ولا الافكار ديالي، وما نكونش حكيت بزاف لانكم تقولوا لي نحكي بزاف، لكن الله غالب. بنات اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تزيد يعني ما تنساوش باش تشجعونا اكثر واكثر، سواء باللايكات بلي كوموند وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك واش بنتي جات تجري، مي جيت نختم جات تجري، عارفه واش تقول. مع اليوم أقول لكم غير تبقوا على خير، ورانا نطلعوا إن شاء الله في فيديو جديد. فيديو جديد، باي باي. باي باي، هذه كمان تسنى فيها بنتي. المهم نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.